بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تكرر في كلام الشيخ رحمه الله الفرق بين التوسل بذات الشخص والتوسل باتباعه ومحبته والإيمان به إذا كان نبياً. فالتوسل بالنبي إن كان القصد التوسل بذاته هذا ممنوع، وإن كان القصد التوسل باتباعه ومحبته وطاعته فهذا عمل صالح. التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ نعم، مجرد الذات ليست وسيلة، وإنما توسل بالعمل، العمل الذي يتعلق بهذه الذات، ذوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي يتعلق بذواتهم توسل به، وهو اتباعهم ومحبتهم وطاعتهم والاقتداء بهم. هذا عمل من المتوسل، من الشخص. والتوسل بالأعمال الصالحة مشروع، أما التوسل بذوات الأشخاص سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء فهذا غير مشروع، وليس فيه ما يسبب التوسل، لأنه ليس قربة إلى الله. ذات الشخص ليست قربة إلى الله ولا طاعة، إنما هو مخلوق كسائر المخلوقات. نعم. والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يلزم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز. وإما أن يقسم عليه، والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز أن نعم. هذا مثال، لأن التوسل بالأشخاص بذوات الأشخاص لا يجوز، لأنه لا دليل عليه، ولأنه إقسام على الله بمخلوق، حلف على الله بمخلوق، وهذا لا يجوز. أما توسل بشيء خارج عن الذات، فمثلا أنت لو قلت لي شخص: أنا أتوسل إليك بفلان أن تقضي حاجتي، فإذا كان قصدك التوسل بذات فلان هذا من العبث، هذا يعتبر من العبث. لو قلت لي مخلوق أتوسل إليك بذات فلان هذا يكون من العبث، لا فائدة فيه. أما إذا قلت أتوسل إليك بشفاعة فلان أو وساطة فلان، نعم، فهذا جائز. الوساطة والشفاعة هذا جائز ومشروع، فرق بين هذا وهذا. فأنت حينما تقول للرب أتوسل إليك بنبيك، هل تقصد توسل بذاته؟ فهذا لا يجوز. تقصد اتباعه ومحبته، هذا جائز. نعم.
والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يلزم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز، وإما أن يقسم عليه. والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق. وإما وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب، كما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسيأتي بيان ذلك. وقد تبين هذا اتضح وتكرر أنه لا يجوز التوسل بذات المخلوق، وأما التوسل بشيء خارج عن ذاته من الشفاعة والدعاء ومحبته واتباعه إذا كان نبياً هذا أمر جائز. هذا الذي تقرر وتبين وتكرر في كلام الشيخ واتضح، حيث لم يبقى مجال للالتباس. نعم. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا. الإقسام للمخلوق لا يجوز أصلا، لا على الله ولا على الناس فيما بينهم. وهذا تدل عليه الأحاديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا إذا كان المقصود ذات المخلوق تتوسل بها إلى الله هذا لا يجوز، لأن هذا إقسام على الله بمخلوق، لأن الباء باء القسم. نعم. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز، هذا شيء معروف. نعم. والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. حديث الأعمى الذي مر وتكرر أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسل بذات النبي، وإنما توسل بدعاء النبي، ودعا له النبي أن يرد الله عليه بصره فرد الله عليه بصره. النبي دعا والرجل الأعمى دعا لنفسه، اجتمع الدعاءان، دعاء الأعمى لنفسه ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، فحصلت النتيجة وهي أن الله رد عليه بصره. كما أن الصحابة يتوسلون بالنبي إذا أجدبوا ويطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا، فيدعو لهم ويستسقي لهم فيسقون، ما توسلوا بذاته وإنما توسلوا بدعائه. نعم. وقوله: أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا أتوجه إليك بنبيك، ليس المقصود أتوجه بذاته، إنما المقصود بدعائه، لأن الرسول دعا له وأمر الرجل أن يصلي ويدعو، فليس القصد التوسل بذات النبي، وإنما القصد التوسل بدعائه. وهذا شيء معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث: اللهم فشفعه فيا. فقوله اللهم فشفعه فيا هذا يفسر قوله توسل إليك بنبيك، أي بشفاعته، أي أتوسل إليك بشفاعته لي عندك. فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه. ما في شك، ليس مما نحن فيه هو التوسل بذات الشخص. نعم. فقد قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بالنص، هذه قراءة الجمهور، والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله واتقوا الأرحام تقطعوها، فهو على حذف فاء
فعل مقدر يدل عليه ما سبق. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا واضح ليس فيه حجة لهم، وهي قراءة الجمهور وهي المثبتة في المصحف العثماني الذي يقرأ به المسلمون عامة. هناك قراءة بالكسر، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام عطفا على ضمير الغائب به، تساءلون به، فتكون الباء جارة للضمير وجارة للأرحام، تساءلون به وبالأرحام. فما معنى ذلك؟ هل المراد التوسل بذوات الأرحام أو التوسل بحق الرحم؟ حق الرحم وليس بذات الرحم. الذي تساءلون به والأرحام، أي بحق الأرحام وهو الصلة بين الأقارب، وليس المقصود ذوات الأرحام، مع أن هذه القراءة شاذة، حتى قال الكسائي لو قرأ بها إمام في الصلاة لأخذت نعلي وخرجت، أنها قراءة شاذة. نعم. وقد قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنصب. نعم. إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساءلهم بالله تعالى يتضمن تساءلون به، هذا خاص بالله، والأرحام أي اتقوا الأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام. نعم. وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله. تساءلون به، تقول أسألك بالله، هذا جائز، أسألك بالله هذا جائز، أنك تحلف على المخلوق بالله أن يعطيك كذا وكذا، هذا جائز. نعم. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم. هذا يجاب عنه، قراءة الخفض يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أن هذا من باب الإخبار، أن الله أخبر عنهم وليس من باب الإقرار لهم، أخبر عنهم أنهم يفعلون هذا وليس هو من باب الإقرار لهم على ذلك. والجواب الثاني: إذا كان من باب الإقرار على ذلك فالباء سببية وليست قسمية، تساءلون به والأرحام أي وبسبب الأرحام التي بينكم، فالباء سببية وليست من باب القسم. نعم. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، إخبار عن سؤالهم وليس إقرارا. والله ذكر عن المشركين وعن المخالفين، ذكر أقوالهم لا من باب إقرارهم عليها، وإنما هو من باب إنكارها عليهم. نعم. وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم، الباء سببية وليست باء القسم، إذا كانت سببية فلا إشكال فيها. نعم. لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحمة توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة. نعم، بحق الرحم، يعني بسبب حق الرحم اللي بينه وبينه، وليست للقسم حتى يكون فيها مستند لهؤلاء، إنما هي سببية.
تقول أسألك بالرحم اللي بيني وبينك، يعني بسبب الرحم التي بيني وبينك. نعم. وسيأتي كلام ما روي عن علي رضي الله عنه لما سئل بجعفر، يعني بسبب الرحم التي بينه وبين أخيه جعفر. نعم. لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحمة توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. فالباء سببية وليست قسمية. نعم. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام. ليس الباب بحق جعفر، ليس المراد به الإقسام على علي بأخيه، إنما المراد السببية، أي بسبب قرابة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من أخيه علي بن أبي طالب. فعبد الله بن جعفر يسأل عمه بقرابة جعفر له. نعم. وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم. نعم. لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. نعم. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. هذا الحديث فيه أن الخارج للصلاة يسأل الله عز وجل بحق السائلين، قالوا فهذا دليل على التوسل بالسائلين، توسل بالسائلين. والجواب عن هذا من وجهين كما سيذكرهما الشيخ. الجواب الأول أن الحديث لا يحتج به، ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف من ناحية الرواية، وأيضا هو شيعي عنده تشيع، فهو مجروح، مجروح بعدم حفظه، ومجروح من جهة مذهبه، فلا تقوم به حجة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو صح الحديث فهو يسأل بحق السائلين، وما هو حق السائلين؟ ما سأل بالسائلين بحقهم، حق السائلين الإجابة، والله وعد السائلين بأنه يجيبهم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يتوب فأتوب عليه. فهذا حق السائلين أن الله يجيبهم، والإجابة صفة من صفات الله، فهو توسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين. فالسائلين، السائلون لهم حق على الله، أوجبه الله على نفسه، الله لا يوجب عليه أحد شيئا، إنما هذا شيء تفضل الله به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو أنه وعد السائلين بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهو حق أوجبه على نفسه، وصفة من صفاته. فالذي يقول أسألك بحق السائلين، أي الحق الذي أوجبته على نفسك بقولك ادعوني أستجب لكم.
فليس فيه متمسك بالتوسل بالأشخاص. نعم. وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف. نعم. فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب ربكم على نفسه، أي أوجب، أي أوجب على نفسه، هو الذي كتب وأوجب على نفسه ذلك، لا أن أحدا فرض على الله شيئا. وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو حق أوجبه على نفسه أنه ينصر عباده المؤمنين، فنحن نسأله بذلك. نعم. وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فيه بعض المعلقين على الحديث يعيب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا الحديث في آداب المشي إلى الصلاة، وكأنه لم يطلع على كلام شيخ الإسلام هذا، كأنه لم يطلع، هذا المعلق لم يطلع. فإن هذا الجواب واضح، والشيخ إنما ذكره في كشف الشبهات لأنه ليس فيه أي شبهة وليس فيه أي متعلق. نعم. فهذا مما يوجب على المعلقين والمحشين أن يتثبتوا قبل أن لأن الحاشية أو التعليق إذا كان خطأ يكون نقصا في حق ذلك الشخص ودليلا على عدم علمه، فالإنسان ما يستعجل بالتعليق أو الحواشي بدون تثبت. نعم. وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. الله جل وعلا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه أي واجب على الله جل وعلا، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد أوفى من الله جل وعلا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا مثل ما سبق أن الله أوجب على نفسه اشترى من المؤمنين، مع أن أنفس المؤمنين وأموالهم ملك لله جل وعلا، ولكنه اشتراها منهم من باب التفضل والإحسان عليهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا المبيع، الثمن بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، هذا هو الثمن. الوثيقة التي أثبت فيها هذا البيع، الوثيقة ما هي؟ التوراة والإنجيل والقرآن، لأن العادة أن البيع يوثق ويكتب، فهذا البيع بيع المجاهدين أنفسهم وأموالهم لله موثق في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. الشاهد منه أنه حق أوجبه على نفسه، هو الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم تفضلا منه سبحانه، وإلا فأموالهم وأنفسهم ملك لله سبحانه. نعم. وفي الصحيح في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. الشاهد منه حق العباد على الله ألا يعذبهم، هذا حقهم عليه إذا لم يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق أوجبه على نفسه وهو صفة من صفاته سبحانه. نعم. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الشاهد من قوله حرمت الظلم على نفسي، فالله يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء، لا أن أحدا يحرم عليه، ولكنه هو الذي حرم على نفسه ذلك. نعم. وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله. نعم. التي هي صفة من صفاتها، الإجابة فعل من أفعال الله، فهو صفة من صفاته الفعلية. نعم. فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ برضاك، أعوذ برضاك، رضا صفة من صفات الله، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. العفو صفة من صفات الله وعاد بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الإجابة صفة من صفات الله عز وجل، يجوز أن يسأل الله بها. نعم. ويخرج عليه حديث: أسألك بحق السائلين عليك. نعم. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله. نعم. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو الوجه الثاني. الوجه الأول ما هو الذي مر؟ الوجه الأول قال. نعم. قبل صفحة وش قال في الوجه الأول؟ أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين. نعم، هذا وجه وتبين وشرح. نعم. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. نعم. وقد تقدم. نعم. قد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساماً به، إما أن يكون إقساماً به أو سبباً به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساماً فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبباً وهو. نعم. دعاؤه وعبادته، فليس إقساماً وإنما هو سبب، وإنما هو باء السببية بحق السائلين، أي بسبب حق السائلين عليه. نعم. وإن كان سببا ويصلح أن يكون إقساماً، يصلح أن يكون إقساماً، سألك بحق السائلين، يصلح أن يكون الباء للقسم لأنه أقسم على الله بصفة من صفاته، ويصلح أن تكون الباء سببية. نعم. فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساماً فلا يقسم على الله إلا به. نعم. وهو أقسم على الله به سبحانه، أقسم على الله به أي بصفة من صفاته، ولم يقسم عليه بمخلوق. نعم. وإن كان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبباً وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا. كلام الله وكلام رسوله لا يتناقضان أبدا، بل يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ولا يتناقضان أبدا، لكن هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه وبصيرة من
العبد طالب العلم، فإذا كان ذا فقه ومعرفة لم يلتبس عليه كلام الله وكلام رسوله، لأنه يرد هذا إلى هذا ويفسر هذا بهذا ويزول الإشكال. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم يفسره، أما أهل الزيغ فإنهم بالعكس يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم لأجل الفتنة ولأجل التضليل، أو قد يكون لأجل الجهل من بعض المبتدئين في طلب العلم، يكون عنده جهل ويتسرع دون أن يتعلم ويتمرس في العلم، إنما يتسرع في الأمور من غير فقه. نعم. وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ إذا كان لا يجوز القسم على المخلوق بمخلوق كما سمعتم في الأحاديث لا يجوز الحلف إلا بالله، فكيف يجوز الحلف على الله بمخلوق؟ هذا من باب أولى. نعم. وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده. نعم، الذوات ليس فيها سبب، إنما السبب في الأعمال، أما الذوات المجردة ليس فيها سبب، فلا تصلح أن يسأل بالذوات، إنما يسأل بالأعمال الصالحة التي تصدر عن هذه الذوات الطيبة. نعم. فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم. نعم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم وحقك على الله كما تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله. نعم، العوام والذين ألفوا هذا الكلام لا يبالون بما تحته، فيقول وحقك على الله، حقك على الله، وهل للمخلوق حق على الله لم يوجبه الله على نفسه سبحانه؟ فأنت تفرض للمخلوق حقا على الله وتسأل به دون الحق الذي أوجبه هو سبحانه على نفسه، فإذا قلت وحقك على الله فرضت على الله لهذا المخلوق حقا بدون دليل. نعم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله. هذا من القول على الله بغير علم، حق الشيبة وحق على الله، هذا من الجهل ومن الاعتياد، اعتادوا على هذا الأسلوب فيما بينهم، درج فيما بينهم، فهذا لا يجوز. نعم. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له وهذا من أعظم الوسائل، قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له وهذا من أعظم الوسائل، قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس أسألك بحق السائلين عليك، إن كان يقصد الحق الذي أوجبه الله على نفسه هذا صحيح، إن كان يقصد ذوات الصالحين وأشخاص الصالحين هذا خطأ. نعم. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له وهذا من أعظم الوسائل، قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكنهم لا يقصدون هذا المعنى فيما بينهم، لا يقصدون هذا بل لا يعرفون هذا المعنى،
ولا درسوه، فهم يقصدون الذوات. نعم. قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء، لأنهم لا يعرفون المعنى الأول، لما يعرفون المعنى الثاني وهو الإقسام بذوات المخلوقين على الله، هذا لا يجوز. نعم. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك، أو بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك، فقد أحسن في ذلك. نعم. كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هم توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول، وهذا دعاء عظيم، لأنهم تمثلوا بإيمانهم بالرسول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنا به. وكما قال الحواريون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا توسل بالعمل الصالح، هذا الذي جاء في القرآن. أما التوسل بالأشخاص فلم يأتي به لا كتاب ولا سنة. نعم. وقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نعم. يقول الله لأهل النار يوم القيامة: إنه كان فريق من عبادي، يعني في الدنيا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري كنتم منهم تضحكون. في الدنيا يسخرون من المؤمنين ومن دعائهم لله عز وجل، فالله وبخهم يوم القيامة إذا دخلوا النار، يوبخهم على ذلك. نعم. وقال تعالى: والشاهد فيه ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسلوا إلى الله بالإيمان. نعم. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا قول الحواريين أتباع عيسى عليه السلام، توسلوا إلى الله بإيمانهم بالله، بإيمانهم بالله واتباعهم للرسول وهو عيسى عليه السلام. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم أمرتني فأطعت، ودعوتني فأجبت، وهذا سحر فاغفر لي. وكذلك ابن مسعود توسل إلى الله بإجابته لدعوة الله وبطاعته لأمر الله، هذا عمل صالح، توسل إلى الله بعمله الصالح الطاعة والإجابة، وفي وقت السحر الذي هو من آكد أوقات الإجابة، فهو توسل إلى الله بأمور: أولاً بإجابته لدعوة الله، وثانياً بطاعته لأمر الله، وثالثاً توسل إلى الله بأن هذا الوقت وقت الإجابة وهو السحر. نعم. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم، وهو ما ثبت في الصحيحين. نعم. هذا الحديث الثلاثة ممن كان قبلنا، قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهو ثابت في الصحيحين، أن ثلاثة آواهم المبيت فدخلوا في غار يبيتون فيه، فانطبقت صخرة وسدت باب الغار ولم يستطيعوا الخروج. ماذا يعملون؟ قالوا: إنه لا ينقذكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فأحدهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره بوالديه، توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله جل وعلا بأمانته وحفظه لأجرة الأجير،
الذي ذهب ولم يأخذ أجرته فحفظها ونماها حتى جاء وأخذها، والثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه، وذلك أن له ابنة عم جميلة وراودها فأبت، راودها فأبت، أخيراً ألجأتها الحاجة، ألجأتها الحاجة والفقر، فطلبت منه القرض فقال لا إلا أن تمكنيني من نفسك. انتهز الفرصة، فبحكم الضرورة وبحكم حالتها وافقت، فأعطاها 120 ديناراً. لما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني إلا بعقد نكاح، فوقع ذلك في قلبه وخاف من الله وقام وتركها وترك المال الذي أعطاها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فما تكامل دعاؤهم إلا وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الشاهد منها أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأجابهم الله وفرج عنهم. نعم. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا خالد ابن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض. دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوز كبير وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت وما ذاك؟ ما تبني؟ قلنا نعم. قالت أحق ما تقولون؟ قلنا نعم. فمدت يديها إلى الله فقالت اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. هذا فيه أن هذه المرأة لما مات ابنها وهي كبيرة السن، لما مات ابنها توسلت إلى الله بأن يحييه لها، توسلت إلى الله بهجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتها لله، فأحياه الله بعد موته وقام وأكل معهم الطعام. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يحيي الموتى، فاستجاب الله لهذه المرأة وأحيا لها ابنها لما توسلت إليه بعملها الصالح. نعم. وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله تعالى إليه يا داود وأي حق لآبائك علي. وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيلية. نعم، هذا فيها أن داود عليه السلام توسل إلى الله بحق النبيين من آبائه، توسل إلى الله بحق النبيين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو نبي من أنبياء الله، فدل على أن التوسل بحق الأنبياء والصالحين على الله أنه لا بأس به، لأنه حق أوجبه الله على نفسه كما سبق حق السائلين. لكن هذا الحديث من الإسرائيليات ما يروى عن بني إسرائيل، وما يروى عن بني إسرائيل إذا لم يوافقه شرعنا فإنه لا يصدق ولا يكذب. فالذي يروى عن بني إسرائيل إن جاء شرعنا بتصديقه فإنه يقبل ويصدق، وإن جاء شرعنا بتكذيبه فإنه يكذب
وإن سكت عنه شرعنا لم يصدقه ولم يكذبه فإنه لا يصدق ولا يكذب ولا يستدل به، لكن يستأنس به مع الأدلة الصحيحة من باب الاستئناس به فقط. نعم. وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. يعتضد بها إذا كان هناك أدلة صحيحة تعتضد بها تقبل، أما إذا كان ليس هناك أدلة فإنها لا تصدق ولا تكذب. إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأن يمكن كذبته يمكن يكون أنه صحيح، وإن صدقته يمكن أنه كذب، فأنت توقف فيه، تتوقف في الإسرائيليات إلا ما يعضده دليل من شرعنا. نعم. وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه. سائر. كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه. وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. هذه مسألة أن الحي الذي يقدر على ما تطلب منه لا بأس أن تطلب منه، تطلب منه القرض، تطلب منه يساعدك على بناء بيت، يعني يساعدك على زواج، يساعدك لأنه يقدر على، تطلب منه الدعاء يقدر على الدعاء يدعو لك، كل هذا جائز. حي حاضر يقدر يخرج بذلك الميت، الميت لا يطلب منه شيء، وإن كان نبيا وإن كان رسولا ما يطلب منه شيء، ويخرج بذلك الغائب، حي لكنه غائب، فلا تطلب من الغائب شيئا، إنما تطلب من الحي الحاضر القادر على ما تطلبه منه، هذا أمر جائز. فعندنا فرق بين الحي والميت، وفرق بين الحاضر والغائب. نعم. فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن نعم سبق هذا في أول الكلام، أن التوسل لفظ مجمل، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فلا بد من التفصيل. توسل لا يجوز مطلقا ولا يمنع مطلقا، بل لا بد فيه من تفصيل. نعم. والتفصيل هو ما سبق إلى الآن وهو يفصل لكم. نعم. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح. نعم. فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. لغة الصحابة أن المراد بالتوسل بالمخلوق التوسل بدعائه وشفاعته، كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسقيا إذا أجدبوا، فيدعو الله لهم فيسقون، هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل بطاعته واتباعه، هذا يجوز بحق الحي والميت. التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته يجوز في حياة الرسول وبعد موته، توسل بطاعته واتباعه ومحبته يجوز في حال حياته وفي حال موته، أما التوسل بطلب دعائه وشفاعته هذا لا يجوز إلا في حال حياته. نعم. أما التوسل بذاته فهذا لا يجوز مطلقا، لا في حياته ولا بعد موته، انتبهوا للتفصيل هذا. نعم. فمعناه في فهناك توسل لا يجوز لا في حال حياته ولا في موته، هو التوسل بذاته، توسل يجوز في حال حياته وحال موته، وهو طاعته واتباعه ومحبته عليه الصلاة والسلام،
توسل يجوز في حياته ولا يجوز بعد موته، وهو طلب الدعاء والشفاعة منه وطلب الحوائج منه صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز في حياته فقط. نعم. فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكونون متوسلين أو متوجهين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. نعم. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته. نعم، في لغة كثير من الجهال والعوام فالتوسل بذاته هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، التوسل بالذات لا يجوز لا في حال الموت ولا في حال الحياة. نعم. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم لا يقسم على الله إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. أما أن يقسم عليه بمخلوق هذا لا يجوز بين الناس، فكيف يجوز بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ الحلف بغير الله شرك. نعم. والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال بحال لا حتى ولا بين المخلوق والخالق، بل لا يقسم بها بين الناس فيما بينهم، لا يقسم بالمخلوق. نعم. بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا سبق، الحديثان سبقا، وهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. أما كلمة بمعاقد العز من عرشك هذه اختلفوا فيها هل تجوز أو لا تجوز، عند الإمام أبي حنيفة أنها لا تجوز لأن معاقد العز مخلوقة من العرش، فلا يجوز سؤال الله بمخلوق لا بالعرش ولا من غيره. وعند صاحبه أبي يوسف أن هذا جائز لأن معاقد العز هو الله جل وعلا وليس العرش، فهو يسأل الله توسل إليه جل وعلا. نعم. فعلى كل حال إذا فسر معاقد العز أنها مخلوقة فلا يجوز، وإذا فسر بأنها من صفات الله فلا بأس. نعم. وكذلك قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. نعم. قال الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. نعم. وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا. يعني اختلف أبو يوسف مع شيخه الإمام أبي حنيفة، ووجه الاختلاف تفسير المعاقد، هل هو الله جل وعلا فيجوز أو أنه مخلوق من العرش فلا يجوز. نعم. وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. نعم، لأنه لا يجوز، لأن الله ليس عليه حق لأحد إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا يجوز، يعني وفاقا، وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله
أن يسأل الله بغيره. نعم. فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الإخوة أرسلوا يقولون في درس اليوم زيادة في النسخة التي معهم لم يقرأها القارئ، وهي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد الأول، علما أن الزيادة قرابة الصفحة كاملة، فمن أين أتت هذه الزيادة وأي النسخ أضبط وأفضل؟ اقرأ علينا الزيادة، النسخة اللي معنا محققة. نعم. سلمك الله. بعد يقول فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله. الزيادة يقول وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يا عبدي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وتقسيمه في الحديث إلى قوله واحدة لي وواحدة لك هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، والعبد يعود عليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقاً إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولاً، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيه فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. الوجه الثاني، وإن كنا خرجنا عن المراد. ثم طيب، النسخة الثانية المحققة شعيب الأرناؤوط ليس فيها هذا. على كل حال هذا كلام جيد وطيب، لكن كونه من التوسل والوسيلة يحتاج إلى تأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولهم من عادة الشيخ يقول خرجنا عن المراد، هذه الأسلوب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا رب أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني بما اتبعنا أوامره واجتنبنا ما نهى عنه وبمحبتنا له؟ إيه، لو اقتصر على آخره طيب، أما قوله توسل إليك بنبيك هذا محل إهام فيترك. توسل إليك باتباعي لنبيك ومحبتي له واقتدائي به إلى غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل يا رب أتوسل إليك بدعائي لفلان بالخير أن ترزقني، ما أدري هذه ملفات ما أدري عنها. توسل إليك بدعائي لفلان، ما أدري عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه مع جواز طلب الدعاء من أخ لك في الله فإن الأولى أن تترك هذا الطلب، فما العلة في أن هذا هو الأولى؟ نعم، العلة واضحة، وهي أنك لا تحتاج إلى أحد، أنك لا تحتاج إلى أحد ولا تسأل الناس شيئا، والباب مفتوح لك أنت، ادعو الله والله قريب مجيب، لا تتكل على دعاء غيرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما قرئ وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح، يقول إيش؟ يقول وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به، فما معنى كلمة والصالح؟ الرجل الصالح يعني بالنبي أو الرجل الصالح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر في قصة علي؟ سبب القرابة، يعني سبب قرابة جعفر. نعم، سبب جعفر يعني بقرابة جعفر من علي وهو أخوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل أسأل الله أن ييسر لك أمرك بحق لا إله إلا الله أو بحق أسمائه وصفاته، هل هذا مباح؟ يترك بحق، يقول بأسمائه وصفاته، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، يترك بحق. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل أسألك بحق الله؟ هذا لم يرد، ولا وأيضا أخشى أن يكون مثل قوله نستشفع بالله عليك، وقد سبق هذا لا يجوز، أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله بحق السائلين، ذكرتم حفظكم الله أنه يصلح أن يكون إقساما بصفة من صفات الله، فهل فهمي صحيح؟ أنه يصلح يا أخي، هذا هو المتعين، هو المتعين، ما له وجه غير هذا. أسألك بحق السائلين عليك، أو حق السائلين كذا بس، حق السائلين عليك، حق السائلين على الله أن يجيبهم، فهو حق أوجبه على نفسه، وهو فعل من أفعاله، صفة من صفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لم يقل أسألك بحق السائلين وبس، قال بحق السائلين عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توسل بشهادة أن لا إله إلا الله، فيقول القائل أسأل الله بحق لا إله إلا الله أن يشفيك، هل هذا مباح؟ هذا حق، اتركها، تقول أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، تقول كذا، تتوسل إلى الله بالتوحيد، كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل إليه بالتوحيد وباعترافه بخطأه، فاستجاب الله دعاءه. فأنت ما تقول بحق لا إله إلا الله، قل أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. أو بأني أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا في إحدى المراحل الدراسية درسا بعنوان ومعتصمة، وهي قصة المرأة المعروفة التي استغاثت برجل غائب، فهل هذا دليل على الجواز؟ وكيف نوجه طلابنا وأبناءنا حين شرح هذا الدرس؟ هذا ما هو من باب الاستغاثة، هذا من باب الندبة، أنها لما ضغطت وظلمها الكفار، فهي ندبت المعتصم، تقول لو كان المعتصم يسمع كلامي لحصل منه كذا، فبلغ المعتصم هذا فأنجدها. ليس هذا من باب دعاء الغائب، إنما هو من باب الندبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول هاجر زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول عندما سمعت صوتا فقالت إن كنت غوثا فأغث، إن كان عندك غوثا. نعم. يقول فهل في هذا دليل على جواز دعاء الغائب فيما يقدر عليه؟ لا، سمعت الصوت فقالت إن كان عندك غياثا فأغث، ما هي تطلب من جبريل، إنما تقول إن كان عندك غياث فأغث، لأن بحاجة إلى من يغيثها، سمعت الصوت فعلمت أن عندها أحد، أن عندها أحد، فطلبت من هذا الأحد الذي سمعت صوتها أن يغيثها. نعم، فهو حاضر، جبريل حاضر، ما هو بغايب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أثر المرأة العجوز التي دعت فأحيا الله ابنها، وذكره بالسند، يقول وقد ذكر المحشي عن أحد رواة هذا الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر جرحاً لأحد الرواة فقال هو صاحب قصص وليس هو بصاحب حديث ولا يعرف الحديث، والنسائي قال عنه متروك، فهل يصح هذا الأثر؟ الشيخ استشهد به ولم يعترض عليه، وهو محدث من كبار المحدثين، فلو كان إنه يرى أنه لا يصلح للاحتجاج لما أورده هنا، وهو ليس فيه شيء، الله قادر على كل شيء، والشاهد منها أنها توسلت إلى الله
بعملها الصالح. نعم. وهذا يشهد له الأحاديث والآيات التي تدل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. فهو لم يعتمد عليه وحده، وإنما اعتمد على أدلة صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يطلع على الإسرائيليات؟ وكيف يوجه نهي الحديث الضعيف إذا شهد له غيره استشهد به، إذا شهد له غيره. أما لو لم يشهد له شواهد وانفرد هو بذلك فلا يحتج به. نعم. يقول وكيف يوجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن النظر في التوراة؟ وهل أحد قال انظروا في التوراة؟ هذا أثر مروي، ما هو هذا أثر مروي، وليس أنه مأخوذ من التوراة أنها أحضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ منها، إنما هذا أثر مروي مما يروى عن من قبلنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يا شيخ في بلاد المغرب عندنا يقوم بعض الأئمة بالتوسل بالصالحين، فهل يباح لنا أن نصلي خلفهم؟ لا، أولاً بينوا له، ربما أنهم جاهل أو ما يدري، بينوا له انصحوه، فإن قبل الحمد لله، وإلا لا تصلوا خلفه، صلوا في مساجد أخرى ليس فيها شيء من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فهو ملعون، ومن سئل فلم يجب فهو ملعون، هل هذا يدل على تحريم السؤال بالله؟ إيش؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فهو ملعون، ومن سئل فلم يجب فهو ملعون، ألا يدل على تحريم السؤال بالله؟ وين الحديث هذا؟ وين وجدته؟ سأل بالله فهو ملعون؟ ما أدري عن هذا. نعم. يقول وفق الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأجيبه، دل على أنه يجوز السؤال بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول بالله عليك افعل كذا، فهل هذا من السؤال بالله؟ هذا حلف، حلف ما هو سؤال، هذا حلف. بالله عليك يعني يقسم عليك أنك تفعل هذا. نعم. يقول وإذا لم أفعل هل ينعقد بهذا يمين؟ نعم، يكون عليه كفارة، لأنه حلف عليك أن تفعل ولم تفعل، يكون عليه كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يدعو فيقول اللهم يا واحد ويا أحد يا فرد يا صمد، فهل الفرد يعد من أسماء الله وهل يسأل به؟ معنى الواحد، فرد بمعنى واحد. نعم، لا بأس. يقول نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل شاءت القدرة الإلهية؟ لا، لا يجوز هذا، يقال شاء الله، أما القدرة فلا يسند إليها شيء، الصفات لا يسند إليها شيء، إنما يسند إلى الله جل وعلا، شاء الله، نعم، قدر الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال هذه عناية الله؟ نعم، ما المانع؟ عناية الله ولطف الله ورحمة الله حصل بسببها كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالحرام كقول كثير من العامة بالحرام أنني فعلت كذا، ما حكمه؟ هذا يعتبر تحريم، هذا يعتبر تحريم، يعتبر من الأيمان، يعتبر من الأيمان، إن كان قصده زوجته حرمها فهو ظهار، وإن قصد طعام أو شيء أو هذا الفعل حرام عليه فهذا يمين، فيه كفارة يمين. نعم، هذا من صيغ اليمين، لأن تحريم الحلال يمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال سماه يمينا مكفرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، تحريم الزوجة إما أن يكون طلاق حسب نية الزوج، إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى يمينا فهو يمين،
وإن لم ينوي شيئاً فهو ظهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم الحلف أيضاً بالأمانة كقول كثير من العامة أمانة افعل كذا وكذا؟ هذا منهي عنه، جاء فيه نص على النهي عن الحلف بالأمانة، فهو من الحلف بغير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هل هذه من آيات الصفات ففيها إثبات اليد لله؟ اليد لله ثابتة، السماوات مطويات بيمينه، وغير ذلك من الأدلة، وكتب التوراة بيده، خلق آدم بيده، بما خلقت بيدي، ثابتة لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في المسائل الخلافية الفقهية بالنسبة للمقلد يتبع أي القولين؟ هل هو قول المفتي الأوثق أم الأحوط، أم يخير في ذلك ويأخذ بالأيسر؟ أرجو أن تبينوا لنا الضابط في مثل هذه الأمور. نعم. شو يقول؟ يقول في المسائل الخلافية الفقهية بالنسبة للمقلد يتبع أي القولين؟ هل قول المفتي الأوثق أم الأحوط، أم يخير في ذلك ويأخذ بالأيسر؟ ما الضابط لهذه الأمور؟ هذا يختلف اختلاف الناس. إن كان الإنسان طالب علم ويعرف الترجيح بالدليل فيأخذ ما ترجح بالدليل من أقوال المجتهدين والمفتين، يأخذ ما ترجح بالدليل. أما إن كان عامياً لا يعرف الدليل والترجيح فإنه يختار من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا شاب ينزل من ذكره سائل نتيجة ميكروب مصاب به في عضو التناسل، ويسأل شاب ينزل من ذكره سائل نتيجة ميكروب أو جرثومة يقول مصاب بها في عضوه التناسلي، ويسأل عن كيفية صلاته، هل يتوضأ لكل صلاة كسلس البول، وماذا في نزول هذه المادة بعد وضوئه؟ هذا يختلف باختلاف الحال. إن كان إنها السائل مستمر ولا ينقطع ولا يرتفع، دائما يجري، فهذا حدثه دائم، يستنجي عندما يريد الصلاة ويضع شيئا على ذكره يمنع الخارج تسرب، ويتوضأ ويصلي في الحال. أما إذا كان هذا السائل ليس دائما وإنما يأتي في بعض الأحيان، فهذا عليه أن يستنجي كما سبق، وأن ينشف الذكر ويستنجي ويتوضأ ويصلي، ويقطع صلاته إذا حدث، لأنه غير دائم. أما الأول وهو الدائم هذا ولو نزل وهو يصلي صلاته صحيحة، يعني لا يستطيع أكثر من ذلك. أما الذي ليس دائما فهذا ينقض الوضوء إذا خرج، فيقطع الصلاة ويتوضأ من جديد ويصلي، لأنه ليس دائما وإنما يأتيه بعض الأحيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم فيما شرب له، فكان الإمام ابن المبارك رحمه الله يقول عند شربه لماء زمزم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. السؤال، هل إذا أراد الرجل حاجة من حوائج الدنيا كشفاء من مرض أو أراد ولدا أو غير ذلك أن يذكر حاجته عند شربه لماء زمزم لفعل الإمام ابن المبارك رحمه الله؟ لا بأس بذلك، لا بأس، لما شرب له من مرض سواء مرض عضوي أو مرض بعدم النسل، لمرض يمنع النسل يزيله الله أو غير ذلك، فهو ماء مبارك فيه شفاء وفيه طعام، شفاء طعام طعم وشفاء سقم، يشربه الإنسان للطعام لأنه يقوي ويغذي، ويشربه الإنسان للاستشفاء به، ويشربه الإنسان للتبرك به لأنه ماء مبارك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي أمر يفعله بعض أهل البادية، وهو أن بعض الإبل
قد تنفر من ولدها ولا ترضعه، فيمسكون الناقة ويكتمون أنفها وفمها ساعة أو نصف ساعة، ثم بعد ذلك يفكونها فترضع ابنها ولا تنفر منه. السؤال: هل هذا الفعل جائز؟ هذا لا يجوز، هذا تعذيب للحيوان، هذا تعذيب للحيوان، وولدها فيه وسائل غير هذا، غير التعذيب، يمكن يحلبون اللبن ويسطونه لولدها، يسطونه لولدها بواسطة آلة أو شيء يضعونه في فمه، أو هو يشربه، يعودونه عليه ويشربه إذا كان جائعا، يعودونه عليه ويشربه. أما تعذيب الحيوان فلا يجوز. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.